دخل في الألعاب كشف العورات، وهذا واضح جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، فانظر إليهم كالبهائم اليوم يكشفون عن عوراتهم، وفي بعض الرياضات ككمال الأجسام لا يكاد يبقى شيء، وكذلك المصارعة وغيرها كثير من الألعاب فيها كشف للعورات اليوم، كشف محرم واضح. بل إن دخول النساء في الرياضة مع ما في كشف عوراتهن أمر عجب عجاب. فهذه لعبة التنس التي تكون فيها ملابس النساء في أسوأ ما يكون، وكرة الطائرة وغير ذلك. بل إن جوزيف بلاتر وهو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح قريباً قبل أشهر قليلة تصريحاً عجيباً لجريدة سونتاجس السويسرية، يقول: على اللاعبات، يعني في كرة القدم وهو رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم، يقول: على اللاعبات أن يرتدين شورتات لاصقة أو ضيقة لإظهار بعض مفاتينهن، ولا ندري ما هو البعض الباقي، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء سيجذب الانتباه أكثر للعبة، وسيعمل على استقطاب أعداد أكبر من المشاهدين لمباريات السيدات. ويقول: منافسات السيدات تحتاج إلى رعاة من نوع مختلف عن التي تحتاجه منافسات الرجال، رعاة يتفهمون أهمية هذا التغيير على أن تكون ملابس اللاعبات أكثر أنوثة. لا بد من أن تبدأ شركات التجميل ودور الأزياء والموضة في العمل على دخول هذا المعترك، وبفكر جديد يساعد على زيادة رقعة المشاهدين للمنافسات النسائية. وضرب بلاتر مثلاً بمنافسات الكرة الطائرة، فقال: سيدات الكرة الطائرة يرتدين ملابس مختلفة تماماً عن تلك التي يرتديها الرجال، فاكتسبن شعبية كبيرة. وقال: على لاعبات كرة القدم أن يظهرن جمالهن إلى جانب موهبتهن. إذن أيها الإخوة، ما دام كبير القوم في كرة القدم يقول هذا، فإن المسألة واضحة جدا، المسألة واضحة جدا. دخل الفساد في الرياضة، ودخلت إثارة الشهوات في الرياضة، واخترقتها من جميع الجهات، فلا يمكن اليوم تمييز المنافسات العالمية الرياضية عن الفساد وإثارة الشهوات والاختلاط المحرم إطلاقا. والذي يقول بغير هذا مغالط لنفسه وللواقع، لا يعيش في الأرض، بل إنه يعيش في مكان آخر بعقله ربما. شورتات لاصقة هكذا يريدون، وهكذا تعانق النساء الفائزين من الرجال في الملاعب وفي الأولمبياد وفي غيرها، هكذا يخرجنا على المنصات وفي لعبة المصارعة وغيرها نوعاً من الإعلان والدعاية. إذن استخدمت المرأة سلعة في الرياضة، بل حتى يوجد في مدرجات ملاعب كرة القدم أولئك النساء الكاسيات العاريات أو العاريات فقط، ورسم على الوجوه وأنواع عجيبة من التشويه والتغيير لخلق الله. حتى التشجيع المزعوم ليس بريئاً على الإطلاق.